جميل. هو بص استاذ ماجد، واحنا بنختم الحلقه لابد ان احنا نقول احنا تعودنا فيك بعد كل المشاركات والنتائج السلبيه ان نلطم الخدود ونشق الجيوب. احنا بس شغالين ونقعد كنا نبكي على اللبن المسكوب وتنتهي الزوبعه بعد قليل ونرجع للحياه الطبيعيه خالص. انا اقول لك حاجه صغيره، بعد غلاء الاسعار اللي كان حاصل اللي حصل في العيد وما بعد العيد كانت الناس مستبشره خير في المنتخب بقى انه يخرجها من هذه الحاله. اه بالظبط. باختصار شديد هو المنتخب المصري دائما هو مصدر السعاده عند المصريين، تحس ان احنا في الاخر اهل وزمالك وانديه وبتاع، تيجي منتخب مصر تحس كلنا عندنا هدف واحد هو منتخب مصر. النهارده لما نيجي في الحاله دي اولا احنا كلام عن الاستقاله ده كلام بعيد تماما وكانه من الخيال. احنا ما عندناش في مصر ثقافه الاستقاله. بالعكس احنا نبرر الفشل لكن لا نستقيل. اللي يحصل المرحله اللي جايه ممكن قوي حد اقصى واحد ولا اثنين من مجلس الاداره يقول لك لا انا مش عاجبني الحال وكده، انا على الاقل بحترم الراي العام واقول لا انا كده احنا فشلنا في مهم. لان في احنا المشاركه يا استاذ ماجد من جزئين، الجزء الاولاني التصفيات اللي وصلنا فيها للنهائيات وده بعد 28 سنه هنا اسعدونا. بعد كده في النهائيات هنا فضحونا. هي كده بالظبط، انت عارف تحس كده انت كنت جايب 100% وبعدين خسرت 0%. صحيح. فتحس النتيجه في الاخر 100 من 200. صحيح. انت كده فانت خدت كاتحاد كوره كل الشكر والاشاده في التصفيات. عليك ان تتحمل توابع فضيحه النهائيات. صحيح. لان مش ممكن ارجع بعد كل هذا. لازم تتحمل مسؤوليه. لازم مسؤوليه كامله. المسؤوليه كامله على الفضيحه. بتفق مع الكابتن احمد ان لازم القاعده السنيه في الكره المصريه لازم نهتم بها قوي. نعمل ايه؟ القصة برضو مش في الأشخاص بقدر ما هي في المنظومة. أنا ممكن أشيل كل المجموعة دي وديك مجموعة تانية تدينا خطوتين لورا، مفيش أي مشكلة خالص. أنا بريدة لا أحد يختلف على أنه شخصية عالمية كلنا سعدنا بها لما إحنا ما كانش عندنا أنا فاضل لي نص